كما عاهدنا الشعب بأن نبقى ثورا وأن نظل أحرارا، أحب للحرية وكره لها، الذي يفرض على الناس أن يكونوا عبيدا لعائلة واحدة طول حياتهم. تحل الذكرى 53 لاستشهاد أبي الأحرار القاضي محمد محمود الزبيري، واليمنيون لا يزالون يخوضون ذات المعركة والمصير. اغتيل الزبيري في 1 إبريل عام 1965 في جبال براط العنان بمحافظة الجوف، وقبيل انعقاد مؤتمر خمر الذي دعا له من أجل كتابة دستور جديد لليمن، مؤمنا بسلطة الشعب وأحقيته في الحياة. ذلك لأن الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. كان مقتله محاولة لوأد مشروعه وثورة اليمنيين والتهام الجمهورية الوليدة قبل أن تشب. كان العداء الأصيل ولا يزال ضد الدولة المدنية ودستورها هو الذي اجتمعت عليه الكثير من القوى الإقليمية والداخلية، دفع ثمنها الكثير من الأحرار منهم محمد محمود الزبيري، ولا يزال نهر التضحيات يجري من أجل هذه الغاية. ورث اليمنيون صوت الحق الذي نادى به الزبيري، لكن الطغاة ورثوا الطغيان أيضا، فبعد 3 أعوام من الكفاح المسلح يرى اليمنيون أن نضالهم ضد ميليشيا الحوثي إنما هو امتداد لنضال الحركة الوطنية ذاتها. قيل عنه: إذا أردت أن تتحدث عن اليمن فلا بد أن تذكر الزبيري، وإذا أردت أن تتحدث عن الشعر فلا بد لك أن تذكر الزبيري، وإذا أردت أن تتحدث عن الثورة ولم تتحدث عن الزبيري وشعره فإنك لم تتحدث عن أهم دعائم هذه الثورة، فالزبيري شاعر الثورة وقاد مسيرتها بشعره. فامدد يديك إلى الأحرار متخذا منهم ملاذك من رق تعانيه، ماتوا لأجلك ثم انبث من دمهم جيل تؤججه الذكرى وتذكيه.